السلام عليكم بنات الولاد، كي دايرين؟ لاباس؟ مزيانين؟ نتمنى كامل تكون في صحة جيدة خارج المغرب وداخل المغرب. بنات الولاد، هنا عندي الزيتون، عاوتاني بغيت نشاركو معكم بواحد الطريقة كيجي زوين وكيبقى واحد المدة طويلة. وسمحوا لي هادي بزاف ما درت معكم شي فيديو، والله العظيم غير الوقت وعرفتي هاكم عارفين بنادم ما كيساليش. هادشي اللي كاين دابا هنايا غنشارك معكم هاد الفيديو، نتمنى تبارطاجيوه لحباب العائلة. قبل ما نبداو هاد الفيديو ان شاء الله، هنا عندي الزيتون الكحل، هذا زيتو الكحل هانتوما كتشوفو كيجي زوين وكيجي عرفتي بواحد الطريقة سهلة وزوينة وكيبقى معنا واحد المدة طويلة. وهنا عندي الزيتون الأبيض، هنا كل واحد بالطريقة ديالو كيديرلو. وهنا عندي الملحة، وغادي نحتاجو حتى الماء إن شاء الله على بركة الله. وبقاو معنا، هنا غادي نصغبو أولا الزيتون الكحل، وهنا غادي نحتاجو واحد اللوحة، وهذه باش نهرسو الزيتون الأبيض. هنا أولا غادي نصغبو هنايا الزيتون الكحل، بعدا هنا عندي واحد الشاصية بحال هادي، الا كانت ولا يكونوا هادوك ديال الخيش راه موجودين، ولا حتى هذه راه تقضي الغرض. حنا شنو غادي نديرو؟ على بركه الله من عندي الزيتون مقطي، غادي نحلو بعدا هاد الملحه، هي كتصدق وكتخدم كتبقى زوينه. حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نجي في الاول غادي نرش هنا واحد شويه ديال الملحه بحال هكذا، هادي الطريقه باش يصبر معانا. وكنجي وكنحط الزيتون هكا، ما كنهرسوه ما حتى حاجه، المهم كنبقاو غاديين وحده بوحده. كنرجع عاوتاني كنحط الملحه، الملحه هي اللي كتخليه كيطيب وكيولي زوين وكيحلى. عاوتاني غادي نبقاو غاديين، المهم غاديين هكا نتوما تشوفوا، حتى نغطيو ديك الملحه ونزيد الملحه. ما غاديش نقدر نقول لكم شحال غادي تدخل ديال الملحه، حيت كل واحد عنده الكميه ديال الزيتون، والزيتون كيبغي الملحه، ما تخافوش منه يجي مالح ولا، راه كيبقى زوين وكيصبر واحد المده طويله. هنايا عاوتاني غنزيد الملحه، انا درت لكم هاد الشويه غير قليل، وانتم الا بغيتو تضاعفوا الكميه ماشي مشكل. غادي نزيدو الملحه حيت راه بقيت ليا تما وحده، نزيدو هادي بحال هكذا. هانتوما هنا عاوتاني نزيدو الكبو، هانتوما دوكا البنات والولاد، هانتوما هنا عاوتاني نزيد الزيتون هكا. عرفتي بقاو معانا كيفاش غادي نديرلو. المهم هنايا ما تقولوش راه الملح بزاف، ولا بالنسبه للناس المبتدئين اللي بغيو يحليو الزيتون ديالهم، حنا نقدروا نزيدو حتى هادي ولا نزيدو منها النص. غادي نشوف عينا ميزاننا، هانتوما هكذا. هاد الزيتون عرفتي راه كيحلى فيسع وكيوجد وكيبقى زوين. حنا الا قطيتو بحال هادي تقدروا تحيدوها ماشي مشكل. هانتوما هنا الزيتون غادي نزيرو مزيان، باش عقدتو في هاد الصاك غادي نعقدو بحال هكذا، وغادي نزيد عليه شي حاجه ثقيله ونخليه عرفتي، ونبقى كل مره كندورو منه ومنه حتى كيخرج منه داك المرجان. المهم نزيرو مزيان ونرجع معكم. ها انتما غادي نحطو عليه شي حاجه ثقيله ونخليه في شي بلاصه يبقى يسكر، منين غادي يبدا يخرج منه هذاك الماء حتى كيحيد منه داك الماء. المهم غادي ندير، غنرجع معكم ونوريكم منين يبدا يخرج منه داك الماء. وهانتوما معاه هذا اللي كيكون بحال هكا، المهم كيكون زوين وكيكون على هذا المنظر هذا ديالو، كيكون تبارك الله. دابا مع تبارك الله طاحت الشتا عرفتي، الزيتون زوين كنحلوه، ولكن نحاولوا شوفوا هنا ما نهرسلوش العظم، الا هرسنا العظم راه ما كيبقاش المهم زوين وكيضيع لنا، حيت العظم هو اللي كيحافظ على الاخر ديالو. وغادي نجيبو هنا واحد البو ونبقاو نحطو بحال هكا ونديرو فيه الماء. عرفتي بزاف ديال الناس غادي يقولوا لي هنايا هانتوما شوفوا التهريسه، كنديرو هنا واحد اللوحه الا كانت عندكم لا خشبه، كنديرو هاد الشاصيات راه موجودين باش ما كيبقى يطر عليكم داك الماء. انا بالنسبه لي قويات اللي بغيتو ديروهم، المهم غير باش هانتوما شوفوا الزيتون كي كيجي. ودائما هنايا نزيدو غادي منين نهرس واحد الكميه غادي نوريكم كي غادي ندير له، بقاو معنا ما تمشيوش. هذا الزيتون الكحل هنايا درت انا عليه واحد الكنسي هنايا على شكل هنايا فيه واحد الحفره، ودرت الزيتون هنايا وجبت واحد الحجره هنايا، المهم تكون ثقيله ما نقولكمش، عرفتي ما تقدرش تهزوها وكتقلبيها الزيتون بحال هكذا، عرفتي كيبقى واحد المده طويله وكيبدا يهود منه، المهم كيهود منه واحد الماء كيسميوه المرجان ولا بحال هكذا. وغادي نجيبو على هاد البلاصه ونخليوه هنايا. وهنا الزيتون الابيض هانتوما هنايا بديت كنهرس فيه، وهنا باش كيصبر وكيبقى واحد المده طويله ما كيضيع. بزاف ديال الناس جاوا تساؤلات ديالهم كيسولوا على الزيتون كيخسر لهم، الا بقى لهم واحد المده هكا في الماء كيضيع وكيهرى وكيولي من داخل فيه واحد بحال كيخوى،
السر ديالو باش ما كيضيع ما كيضيع كيصبر بزاف وكيبقى زوين هي الملحه. دابا هنا غادي ندير الماء وندير الزيتون هكا مهرس على الطريقه، ونزيد هنا الملحه في هذا الماء، ونخليوه على الاقل واحد السيمانه في هذا الماء الا كنتو مزروبين به. الا ما كنتوش مزروبين به ماشي مشكل، كيبقى المهم واخا مهرس يبقى واحد المده طويله، حيت هذيك المروريه والملحه هي اللي كتحافظ عليه باش ما كيضيع. هنا نقدروا نزيدوا جوج باكيات ولا فهاد السطل حيت يقدر يعمر، وغادي نرجعوا ديك الساعه سيمانه ولا ونوليو نبقاو نصفيو عليه الماء. ومور ما نصفيو عليه الماء ما غاديش نديروا الملحه، غادي نبقاو نصفيو غير الماء، نصفيو نصفيو نصفيو، نبدلوا الماء كل نهار ولا كل يومين الا بغيتوا يحلى في الساع. صافي كتكون شربت له داك الملحه وكيصبر وكيبقى معكم واحد المده طويله. هذيك هي تما منين كيحلى ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش غادي ندير له، وهذا ما كنبقاو معنا حتى نكملوا الزيتون ديالنا جميع ان شاء الله. بغيت نعاود ناكد لكم حيت واحد الصديقه واحد الاخت قالت لي ضاع لها 10 كيلو ديال الزيتون داروا غير في الماء وخلاه واحد المده طويله، ولكن ني مشاو ليلو باش ناكد لكم ونعاود نشرح لكم. لقاوه كامل هاري من الوسط من هنايا. الملحه هي السر ديال الزيتون، قلت لكم هنا كيخليوه على الاقل سيمانه ولا 15 يوم الا كنتو ما مزروبينش به، تخليوه حتى واحد المده اكثر فيه الماء والملحه. دائما انا ناكد على الملحه ثم كترجعوا تبدلوا الماء. علاش الملحه؟ الملحه هي اللي كتحيد له ديك المروريه من الاول وكتعطي له واحد الصحه باش ما كيهراش وما كيضيعش. ولكن ملي كنرجعوا نبدلوا له الماء ما كنزيدوش الملحه حتى كيحلى، عاد كنرجعوا نديروا الملحه ونشرب له بشي طريقه ديالنا اللي بغينا، بالزعتر بالحامض باي حاجه نتوما تعجبكم الطريقه ديالكم. وهادشي اللي كاين راني كنشرح لكم بالتفاصيل. وهذا ما كان الاولاد، هنا بغيت نشارك معكم هذا يلاه البارح عرفتي كتشقوه، هنا غادي نوريكم الشقه عرفتي باش كيجي زوين وكيجي باين. هانتوما هنا تشوفوا عرفتي كتشقوه بالموس ولا كتشق بحال هكا، علاش؟ باش ما تجيش الحفره كبيره باش ما كيهراش. وتا هو كنخليو فيه الملحه والماء هانتوما عرفتي، وكيكون الزيتون احمر غير داك الاحمر اللي كتختاروا، ومع الوقت كيبدا يصفى 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 حتى كيرجع هكا غوز كيولي اللون ديالو. هانتوما شوفوا كي كيولي عاوتاني، تا هو نخليوه على اقل سيمانه ولا فيه الملحه، وكنرجعوا نبدلوا له الماء. كنبقى كل مره كل نهار كل نهار نبدلوا له الماء حتى كيحلى ويرجع معنا عرفتي الحلو. عاد كنشرملوه بالطريقه ديالنا، نزيدوا له الحامض نزيدوا له اي حاجه، ولكن هذا اكثر هيك كنديروا له غير الحامض والملحه حيت كيجي الدجاج كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. تاوا منين غيحلى غنشاركوا معكم. وهذا ما كان دابا هنا غادي نبلعوا، ضروري نبلعوا باش ما كيبقى فيه داك الماء ديال داك الهواء ما كيخرجش مزيان. نزيروه بحال هكا، وملي كنديروا كنهزوا بشي مغرفه بحال هكا هنايا، رجعوا لهذا نكملوا عليه هنايا. عرفتي نقول لكم البنات بالنسبه هنايا كان عيوب كيهرس، ما حاولوا ما تحيدولوش العظم. انا غادي نوريكم الطريقه ديال التهرس باش تنجح معكم. بزاف الناس اللي كيصغبوا الزيتون وهذا هنايا باش العظم كيبقى له لداخل وكيجي فيه حتى المنظر زوين. باش تشاركوه فشي طبيصلات هكا مع شي غديوه ولا شي عشاء علاش لا. ها نتوما بقاو معايا شوفوا كي كندير له، انا كنضرب غير ضربه كيبقى العظم لاصق هنا ما كيتحيدش، ويكون عندنا الخاطر لهذا الشيء صبر. ها نتوما كنبقى غاديه هكا حتى في الساعه كنسربي، المهم عرفتي ماشي واعر ولا شي حاجه غير صبر وصافي. ها نتوما ضربه وحده هنايا واحد اللوحه كتقدو على هذا الشكل وكتهرسوا الزيتون ديالكم. وهذا ما كان دابا غادي نستمر هكا حتى نكمل، وهادشي اللي كاين. المهم منين نعمر السطل هنايا غادي نكمل معكم الفيديو. هذه الطريقه ديال خدمه الزيتون هنايا، دائما قلت لكم ديروا له الملحه والماء وتهرسوا الزيتون على الطريقه ولا تشقوه على الطريقه كما وريتكم هنا في الفيديو. وهذا ما كان هنا منين نعمروا البو ديالنا مزيان مزيان غادي نزيدوا له الماء حتى يعمر باش ما يبقاش الفراغ، باش ما كيعطيناش لواحد الضباب ولا بحال واحد الاخر، المهم ما يبقاش الفراغ. ونعمروا السطل ديالنا وهذا الشيء اللي كاين. وهنا شنو غادي نقول لكم، الزيتون ديالنا على الطريقه نوجدوه، وغادي نقول لكم الصحه وراحه. شاركت معكم هذا الفيديو كان خفيف وظريف بالنسبه للمبتدئين اللي صغبوا الزيتون وهذا الشيء اللي كاين. تحياتي لكم، غادي نقول لكم تبقاو على خير. دابا منين ان شاء الله يوجد الزيتون ويحلى معنا ونبدلوا له الماء ونقادوه على الطريقه، غادي نشارك معكم التشرميله ديالو. وهنا غادي نقول لكم غادي نخليكم على هذه الطريقه على الزيتون، نخليكم في هذا الزيتون كما صغبناه. غادي نقول لكم هنايا غادي نقول لكم تبقاو على خير.
كم تبقى على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. وتحياتي لكم خارج المغرب وداخل المغرب اللي يدخل كاع القناه ديالي القديم والجديد. شكرا لكم بزاف وتحياتي لكم بالصحه والراحه. معكم براد.